الصلاة لابد انت عم تحدث معهم بالمحافظة على الصلاة. لابد انت رجل كبير يعني بنصحه مشان المحافظة على الصلاة. قال لي انا يعني بصلي. قلت له كيف بتصلي؟ ما بجوز يعني ما بتصلي. فقال انا بعد ما اروح من عملي المغرب بصلي ظهر وعصر وبعدين لانه انا يعني صعب اني اترك واوقف عملي واوقف اصلي حتى المعلم ما يزعل. فهل هذه الصلاة يعني صحيحة وتجوز يعني ترك الصلاة ظهر وعصر ومغرب حتى يجمعهم مرة واحدة أو إذا كان راح كمان مرة يصلي يوم العشاء بعد ما يروح على بيته؟ هذا ما شاء الله عليه جماعة ولم يجمعوا الأولون والآخرون. الله يعملها واحد ذا الحي وحجي. قال أنا ما عندي وقت. هذاك مش عامل. لاحظ معي في بخور وكيف يهتم بزعل المخلوق أو معلمه، أما اللي خلقه وخلق معلمه ما بيهتم بزعله إذا صح التعبير، التعبير الشرعي ما بيهتم بغضبه رب العالمين. فهذا معناها أنهم يؤثرون الحياة الدنيا على الأرض. المشكلة أن الشباب اليوم وبصورة خاصة ما قبل اليوم كانوا تائهين، ما كان في هناك يعني دعاة يبصرون الشعب وينوروه ويوعوه على دينهم يفهموهم، ولذلك أصبحوا كالعجائز. يعني شو بيخطر في بال واحد منهم؟ هو بيقرب إلى الله وبيتعبد الله، أما فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون فهذا ما بيخطر على بالهم، فضلا عن أن يخطر على بال أحدهم الوعيد الشديد الذي جاء في حق من يضيع صلاة ويخرج عن وقتها بدون عذر النوم والنسيان، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. في الحديث الآخر: من فاتته صلاة العصر فقد وتر أهله وماله. وتر يعني أهله. مثل هل يحترق بيته بما فيه من أهل ومال. أتته صلاة العصر فقط. فتصور غفلة هؤلاء الناس عن دينهم وعن عبادة ربهم اللي ما خلقهم ليعملوا لأسيادهم حتى يعتلوا ويعتذروا بيزعل معلمه بيزعل سيده يعني. وربنا يقول في صريح القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون. انقلبت الحقائق عند الناس، فالأسباب التي لا بد منها يهملونها، والأسباب التي ليست من باب لا بد منها لكن هي مشروعة الأخذ بها يرفعونها ويحلون مقام الأسباب التي لا بد منها. إن الجنة محرمة على الكافرين ومحرمة على الفاسقين ولا يدخلها إلا المؤمنون، وكان من منادات أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما أرسله الرسول عليه السلام بين يدي سنة حجته صلى الله عليه وسلم إلى مكة في موسم الحج اللي قبل حجة الرسول، أمرهم بأن يعلن إعلانات
لهذاك الموسم لأنه فيه المشركون لا يزالون، أنه لا يطوف بالبيت عريان لأنهم كانوا يطوفون عراة، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة، وهكذا ربنا عز وجل خلق لهم شان يهتموا بالرزق، لأنه قال تعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وفي الحديث الصحيح يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، يعني اطلبوا الهداية مني أهدكم، ما بيطلبوا هؤلاء الناس الهداية، فبيعكسوا مبدأ الأخذ بالأسباب خاصة ما كان منها من الأسباب الشرعية. يتوهم أحدهم أنه إذا جلس في البيت ما بيأتيه الرزق، لكن ما بيتصور أنه إذا عصى ربه ما بتأتيه الجنة، لأن الجنة ثمنها غالية، ثمنها الإيمان والعمل الصالح. لذلك قال تعالى في القرآن الكريم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى أي الجنة، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالمحافظة على الصلاة أمر هام جدا، وأهمية المحافظة على الصلاة تعود إلى شيء ذكرت آنفا أحدهما، وهو أن الله عز وجل خلقنا لنعبده، وأعظم عباده من بعد الإيمان بالله هو الركن الثاني وهو محافظة على الصلاة. لكن الأهمية الثانية لهذه الصلوات أنها تطهر الإنسان من آثار ذنوبه وأوضار هذه الذنوب التي تتراكم على الإنسان ليلا نهارا، كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح تحترقون ثم تصلون الظهر فتغفر لكم ذنوبكم، ثم تحترقون ثم تصلون العصر فتغفر لكم ذنوبكم، هكذا ما بين الصلاة والصلاة كفارات لأهلها. وكما في الحديث الصحيح الآخر وهو قول عليه السلام مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر يغتسل فيه أحدكم كل يوم خمس مرات، أترونه يبقى على بدنه من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله، خمس مرات يغتسل بنار عميق جاري دفاق لا يبقى من درني على بدني شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا. فنحن مهما كنا صالحين مهما كنا متقين فلا بد أن تزل بنا القدم قليلا أو كثيرا، كن إنسانا على حسبه، خاصة الشباب اللي بتكون شهوة عارمة قوية شديدة، كما قال عليه السلام كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، حظ من الزنا، لأن الزنا درجات ومراتب كما ذكر الرسول عليه السلام في هذا الحديث، كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع،
واليد تزني وزنا البطش أي اللمس أي المصافعة التي صارت اليوم عادي وما كانت هذه العادة في بلاد الإسلام، وإنما دخلتها بسبب استعمار الكفار بلاد الإسلام. واليد تزني وزنا البطش، والرجل تزني وزنا المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فاللي ممكن الإنسان ينجو منه هو ثمرة هذه المقدمات وهو الزنا، أما نظرة هيك غادرة لا ينجو منها إلا نقول الأنبياء والصديقين وامثالهم. فإذا هذه الذنوب التي يقع فيها الإنسان من صغائر، فضلا عن قد يكون هناك شيء من الكبائر، شو تطهيرها، شو كفارتها؟ كفارتها الصلاة. فإذا مثل المسلم الذي لا يصلي كمثل المريض ماديا الذي لا يتداوى، فهذا مثل مصير الهلاك، لأنه تتراكم عليه الجراثيم والمكروبات فبكون خاتمة أمر الهلاك. كذلك من الناحية المعنوية الروحية، المسلم الذي لا يصلي فهو حتما غرقان في المعاصي والذنوب، وليس كما نسمع أحيانا بعض الشباب نقول يا أخي صلي بيقدر شوف شيء بالصلاة، لكان شيء بترك الصلاة شيء عجيب، يعني منطق غريب، شيء بالصلاة لكان بإيش الصلاة بإيش بيكون شيء، بيقول لك بما في القلب. كمان هذه مجادلة بالباطل، أوحى الشيطان إلى أوليائه من الإنس، لأن الرسول عليه السلام يقول في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فكيف نستطيع أن نتصور مسلما قلبه أبيض وهو لا يصلي؟ لا، هو مفحم قلبه، ولذلك ما ينبض بهذه الحياة الروحية أبدا. فبيقول لك هذا الشاب المفتتن المسكين شيء بالصلاة؟ نعم شيء بالصلاة، لأن الله حكى عن الكفار في جهنم حينما يتحسرون أن أحدهم يقول: ولم أكن من المصلين، ولم أكن أطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. نعم أيوة. فإذا الصلاة لابد منها لسببين اثنين: أولا أنها فريضة فرضها الله فنحن نعبد الله بها، والشيء الثاني أنها دواء لهذه الذنوب التي تحيط بالإنسان ولا بد منها. الصلاة عمود الدين ورأس الدين، ويكفي ما سمعناه آنفا من قوله عليه السلام: من ترك صلاة يعني واحدة فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. أما جمع الصلوات خمس في وقت واحد فهذا الذي لا يفعل هذه الصلوات يعني أقل ضلالا، كنت أن أقول أهدى سبيلا، لكن طبعا ما هو بالمهتدي، لكنه أقل ضلالا. أما الذي يجمع هذه الصلوات فهو أشد ضلالا. لماذا؟ لأن هذا يظن أنه يصلي والحقيقة أنه لا يصلي، لأن الصلاة كما قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهو لا يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها، فإذا هذه ليست بالصلاة. ثانيا هو يشرع فيقع في الشرك، يشرع ما لم يشرعه الله. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. فعلى هؤلاء الشباب
الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة أن يحافظوا على صلوات في أوقاتها وأن لا يعملوا مع معلم أو ريس يشرط ويفرض عليهم خلاف ما فرض الله عليهم. صلاة ما في عندنا صلاة، مشيخة ما في عندنا. فلما يفاجأ الشاب المسلم بمثل هذا الشرط، فشرط الله عز وجل أحق وشرط غيره باطل، وكل شرط كما قال عليه السلام في غير هذه المناسبة، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. إذن هؤلاء يجب أن ينصحوا ويذكروا ويعرفوا بذلك. رجل يوكل خبز، الخبز شحيح بالنسبه، يوكل خبز إما ما عندش سيطرق ويموت جوع. شوف الوضع يعني الوضع يعني كيف؟ أنا معاك معاك، ولكن الله قال الرسول قال ولا تركوا أنفسكم بالتالي. شخص مين في المشكلة؟ ما فيش خبز بتويش الله رزق، ما احنا عارفين ان الله رزق، ولكن قال وانفوا في مناكبها وكل من رزقهم ما كرشناهم. بدك تمد ايدك تتوكل، هاي الى سابقه من عندك ذاهب في امثلتك كثيره. نحن ما بنقول لا يسعى وراء الرزق، عم نقول لا يسعى وراء الرزق بمعصية الله عز وجل. بمعنى قال عليه السلام في الحديث الصحيح: يا أيها الناس اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا الله، فإن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأجمدوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. نحن نقول للشاب عليك أن تسعى وراء الرزق، الرزق الحلال مش الرزق الحرام، الرزق الحلال. ولا نقول له لا تشتغل، اشتغل كما في القرآن في آيات كثيرة منها ما أشرت إليها، ومنها يوم الجمعة الذي جعله المسلمون خطأ وتقليدا منهم للكفار، فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يوم الجمعة اليوم بعطلوا تشبها بالنصارى واليهود، هذول عندهم يوم السبت اليهود والنصارى عندهم الأحد، ليه نحن ما يكون عنا يوم مثل اليهود والنصارى؟ ما شاء الله. ربنا يقول بصريح القرآن الكريم: إذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. شو بده بقى المسلم أكثر من هذه الآية حظا على السعي وراء الرزق؟ لكن هذا ليس معناه اطلب الرزق بالحرام، اترك الصلاة مشان ترضي معلمك، لا. فموضوع السعي وراء الرزق شيء، وموضوع المحافظة على العبادات والصلاة في أثناء تعاطي سبب الرزق شيء آخر. تفضل يا أخي شو عندك؟ تفضل.